عليكم، معكم طاقة حسن الصايغ، مقر المهنة الدائم لتحسينية الأعمار والفائزة التنافسية. إحنا حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتحديد في العاصمة واشنطن دي سي، في الزيارة الثالثة لاجتماع الوفد الكويتي برئاسة هيئة الشعب الاستثمار المباشر مع خبراء فريق تقرير الأعمال في مجموعة البنك الدولي. تحسين بيئة الأعمال هو الانتقال بشكل كامل من العملية الورقية والمانيوال إلى عملية إلكترونية بالكامل. في السابق كان الترخيص يستغرق من 45 إلى 60 يوم عمل وما يقارب 15 زيارة. اليوم قدرنا نقلص هذه الإجراءات وعدد الأيام إلى 4 خطوات بزيارة واحدة فقط. في تطور عندنا صدور قانون 9 لسنة 2019 الخاص بتبادل المعلومات الائتمانية، واللي بناء على هذا القانون أصبح الآن بإمكان شركة CINET لكريدت فيرو في الكويت تقديم خدمة السيلف إنكوايري لجميع المقترضين. الأدد فالي برودكتس وهي المنتجات الإضافية للشركة، والحمد لله طلعنا المنتج اسمه التصنيف الرقمي وغطيناه وطلعناه للببليك ومتداول حالياً للأفراد والمشتركين. تقليص عدد الأيام اللي كانت مسجلة على الكويت لدى البنك الدولي من 236 يوم إلى 133 يوم، فارق 103 أيام. وكذلك عدد الخطوات، كانت الإجراءات تتم 23 خطوة والآن تتم 17 خطوة. التحسينات على النظم التطبيقية اللي عندنا بحيث أنه يكون هناك توافق ما بين الخدمة الإلكترونية مع الباك أوفيس أبليكيشن أو نظام تطبيقي اللي يتلائم مع إعادة النظر في عدد من الإجراءات اللي كان موسع عليها البنك الدولي لتقليص المدد الزمنية الخاصة في الحصول على التيار الكهربائي. حضورنا المؤتمرات فرق العمل والعمل مع الناس المختصة في الموضوع هو اللي إن شاء الله راح يكون الهدف حق الفكرة شو نحن نحسن بيئة العمل داخل الكويت، نطور المنهجية اللي نحن قاعد نشتغل فيها في منهجية عالية، تسهيل الخدمات، تسهيل الإجراءات. في عندنا إصلاحات قادمة أيضا راح تصب في نفس الهدف وهو تحسين بيئة الأعمال، وكذلك راح نلتقي مع وفد البنك الدولي في الأسبوع القادم في الكويت للاطلاع على هذه التحسينات وعلى هذه القرارات اللي اتخذناها، وأهم النتائج التي انعكست على هذه القرارات والتحسينات اللي حصلت على العمل الجمركي. وتعزيز هذا الرابط لإجراء جميع المعاملات، وكذلك إنشاء قواعد بيانات مشتركة، وأيضا الاستفادة من وعي المجتمع بالتكنولوجيا لإجراء جميع المعاملات من خلال الهواتف الذكية والكمبيوتر، وتكثيف الحملات الإعلانية التي من شأنها رفع مستوى تحسين بيئة العمال.